هذا يسأل عن اللحوم المستوردة من البلاد الأوروبية، هذه الآن فيها إشكال، لأن اللحوم المستوردة تنتجها شركات والمعروف عنهم أو المشهور عنهم أنهم ما يذكون الزكاة الشرعية، وإنما يذكون بواسطة الصعق الكهربائي أو الماء الحار، ولا يذكون الزكاة الشرعية. فتجنب هذه اللحوم لا شك أنه أحوط وأبرى للذمة، خشية أن تكون من هذا النوع الذي لم يذكى زكاة شرعية.